فإن المجلس الوطني يعلن باسم الله وباسم الشعب وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية. في دورة التي عقدت في الجزائر في مثل هذا اليوم عام 88 أعلن الرئيس أبو عمار قرار المجلس بإعلان الاستقلال، وفي اليوم التالي للإعلان توالت اعترافات دول العالم بمنظمة التحرير وبدولة فلسطين. 33 سنة مضت على قيام الدولة والصمود، لم يفاوض الشعب الفلسطيني خلالها على استقلاله وأمله في قيام الدولة في حدود عام 67. هذه الوثيقة جسدت طموح شعب فلسطيني ووضعت البرنامج الأساسي لتحقيق هذا الطموح، دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس من أرض الجزائر، أرض الثورة الجزائرية. شعبنا يكن محبة خاصة لشعب الجزائر، وهذه المحبة متبادلة. شعب الجزائر ودولة الجزائر وكل حكومات الجزائر تعتبر فلسطين خط أحمر. الشعب الفلسطيني تبقى معاناته مستمرة مع جيش الكيان الصهيوني الذي لم يحترم يوماً الاتفاقيات الدولية وراح يتوغل في الضفة الغربية وباحات الأقصى المبارك. الثورة الفلسطينية استلهمت العديد من التجارب الحية التي عاشتها الثورة الجزائرية وجبهة التحرير الجزائرية وصولاً إلى التحرر من الاستعمار الفرنسي. 6 سنوات على رفع العلم الفلسطيني لأول مرة في الأمم المتحدة، عربون اعتراف من المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.